خلينا نروح لأخبار المصارعة. سمر حمزة لاعبة منتخب مصر المصارعة دخلت في معسكر مغلق خلال الفترة الحالية في المركز الأولمبي في المعادي، طبعا بعد المشاركة في بطولة إيطاليا، بطولة المجر اللي شهدت تألق اللاعبة تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية كمان في بطولة روما بإيطاليا. سمر حمزة مع محمد إبراهيم كيشو وعبد اللطيف منيع من اللاعبين المتوقع منافستهم على ميدالية أولمبية بإذنك يا رب في أولمبياد طوكيو القادمة بإذن الله. بتتمنى الشفاء العاجل طبعا لعبد اللطيف منيع، إصابته بالكورونا، وأيضا كيشو أعلن على السوشيال ميديا أو على الأكاونت بتاعه أنه هو كمان مصاب بكورونا. أتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب، لأن أكيد بنعول عليهم أمال كبيرة جدا. منتخب المصارعة كان عمل معسكر طويل في المركز الأولمبي في المعادي قبل مغادرة المنتخبات للمشاركة في البطولات الدولية الحالية. كان لنا لقاءات مع لاعبي المنتخب المصارعة في المعسكر الأخير، خلينا نشوف قالوا إيه ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. من شهر 10 لحد الآن معسكر داخلي مغلق لجميع اللعيبة، وحاليا فريق المصارعة الرومانية في المجر في معسكر، وإن شاء الله الحرة والنسائية مسافرين في معسكر مغلق لنص مارس، وإن شاء الله عندنا التأهيل بقى في أول 4 في المغرب إن شاء الله التأهيل لدورة طوكيو. والله كل فترة طبعا بيبقى فيه مساحات لجميع اللعيبة، طبعا معسكر مغلق برضو ما يعني ما فيش خروج كتير على قد ما بنقدر، طبعا التزام طبعا بالإجراءات الاحترازية، الكمامة، الكحول، الحاجات ديت، عدم الاختلاط، برضو التجمعات الكتير ما فيش على قد ما بنقدر، بنحاول نطبق الإجراءات الاحترازية يعني. بالنسبة للتأهيل هو طبعا بيبقى بعد انتهاء الدورة، المفروض ان كل دول العالم بتبدأ تستعد للدورة اللي بعدها، يعني خلال 4 سنين ديت بتبدأ تتحط خطة لنشاط اللاعب عشان يبدأ الاستعداد لدورة الدورة القادمة، فعلى قد ما نقدر بنحط برنامج وبنبدأ نستعد للدورة اللي بعدها. بس طبعا الفترة ديت كنا مستعدين لدورة طوكيو 2020 وتأجلت ل21، فطبعا الدنيا كلها كانت قافلة طبعا، فهو ده عمل دروب في العالم كله مش في مصر بس. احنا راجعين طبعا للنشاط بسبب ان الاولمبياد اجلت انها تتلعب، طبعا كلنا راجعين من وقف ومفيش بطولات ولا معسكرات، فتقريبا احنا من اول الدول اللي رجعت للمعسكرات بعد الكورونا. قعدنا في اسماعيليه حوالي 4 شهور وجينا كملنا هنا من شهر تقريبا 7 اللي قبل اللي فات، او شهر 7 اللي فات، ودلوقتي عندنا افريقيا مؤهله في المغرب، وقبل افريقيا مؤهله معسكر في المجر مغلق علشان نطلع منه على المغرب ان شاء الله. الخطه كالاتي، كانوا طبعا احنا راجعين من وقف فمحدش كان جاهز خالص، فكانوا بيدونا الحمل طبعا طلعوا واحده واحده بحيث ان اللاعب ما يحصلوش اصابات كتير، بعدين اضطروا ان هم يطلعوا بالحمل قوي علشان خاطر ما فيش وقت كبير بين المعسكر وبين البطوله. احنا معانا دكتور في هنا في المركز مع اللعيبه كلها، فبيدينا علاج علشان خاطر وكام الكورونا، فيتامين سي وفيتامين زنك وكده دايما، وقبل ما اللاعب يتحرك ويروح بطوله دوليه بره بيكون معاه ادويه كامله مع الدكتور الاداري والمدير الفني، بحيث انه ما يروحش ياخد اي مرض من بره او اي حاجه، ويكون امن جدا من حيث الكورونا. طبعا احنا عندنا افريقيا هي المؤهله للاولمبياد، احنا مش بتاهل نقط زي بقيه الالعاب، احنا لعبه مش رقميه، احنا لعبه منافسه، واحنا عندنا اول محطه ليها لافريقيا باذن الله، عندنا 6 موازين. إذا ميزان لا قدر الله ما تأهلش من أفريقيا يبقى عنده فيه بطولتين كمان إن هو ممكن يتأهل منه. يعني المدة ممكن موسم، سنة كاملة، إحنا المفروض بنستعد بقالنا سنة كاملة، لأن المفروض إن إحنا كنا في معسكر داخلي وبعدين في معسكر خارجي في المجر، بقول لك الفترة اللي جاية دي، وإن شاء الله يبقى عندنا بطولة أفريقيا المؤهلة. طبعا احنا بدأنا من اول ما تم استعادنا للمعسكر المنتخب تاني، وان شاء الله بإذن الله رايحين معسكرات خارجية، بداية معسكر المجر ده هيبدأ ان شاء الله شهر 3، وبعد كده هيتم بقى هنسافر لبطولة التأهيل ان شاء الله طوكيو 2021. هو من ناحية الاتحاد والجهاز الفني بينفذ القواعد الاحترازيه كلها، ويتم وبداوا معانا بان احنا بنعمل اعداد بدني من اول تاني، اعداد بدني عام، وبنراعي المسافات فيه، وبنلعب في الملعب ما بنحتكش كتير اثناء اللعب وكده، بجانب بقى التعقيمات والحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها. اخر استعداد لينا اللي هو معسكر التاهيل ان شاء الله اللي موجود في المجر، بعد كده هنسافر
بطولة التأهيل، في معسكر هناك خارجي برضو هنما فيه شوية احتكاك، بعد كده إن شاء الله نبدأ التأهيل بتاعتنا بإذن الله.